يمين. وقف. توكل الله مع قافي. نحن عندما لبسنا هذه البدلة العسكرية لبسنا كفننا بدون أي شرط أو قيد، ونحن الآن في الجولات ومنتظرين وبالميري وبرتبنا وبكل كائم لنا، لا نخاف منهم شيئا ولا يهزنا شيء، لأنهم يستهدفوا المواطن والعسكري المسكين والضابط، فنحن بالمرصاد. هي على الدولة، على الدولة يجب أن تكون لها استراتيجية واضحة وأن تحارب الفساد والإرهاب في نفس الوقت، وتلم المواطن حول الدولة لكي يكونوا مصدر معلومات ويقوضوا نفوذ القاعدة في كل مكان.